يعطيكم العافية. بس رح نبلش شرح شابتر 4. شابتر 4 بحكي لي عن البيور بندنج. البيور بندنج يعني زي كأنه أنا عندي بيم، عليه فقط مومنت. يعني أنا بدي أصمم بيم زي هيك عليه فقط مومنت زي هيك مثلا، أو مثلا عادي بيم على يونيفورم لود أو كونسنتريتد لود زي هيك زي هيك زي هيك. أوجد له مثلا ستريس. لما كنا نحكي مثلا عندي مساحة زي هيك، عليها لود سنتر. لو فرضنا السنتر هون هيك صار الشكل، في عندي لود هون، نحكي انه الستريس يساوي P الاريا. الاريا اللي هي هسه لو كان عندي بيم زي هيك، بيم يعطيني هيك، يعطيني مثلا السكشن مستطيل زي هيك في اف، طلب مني اني اوجد الستريس لهذا البي في اف. فانا هون اللود اللي اعوضه بتعرض للود. هون بحكي لك السكشن هذا لما بدي اشوفه لازم اعمل قطع. انا لما اقطع يوجد عندي مومنت هذا من الستاتيك شابتر 7. انا البيم هذا يتعرض لي على مومنت، لما يتعرض لي على مومنت يكون هذا اسمه بيور بندنج. انا لما يتعرض لي البيم يكون عليه مومنت، لما بدي احسب الستريس القانون راح يبطل بي على ايه، راح يتغير لقانون ثاني اسمه الستريس بيساوي ام في سي على اي. طيب شو الام؟ الام قيمه المومنت اللي بدي احسب، وين بدي احسب السكشن. طب السي اللي هي المسافه من سنتر الشكل للمكان اللي بدي احسب عليه المومنت، والاي اللي هي المومنت اوف انرشيا للشكل. طيب انتم ملاحظين انه هذا الشيء بيعتمد كلياته على الستاتيك وشابتر 9 وشابتر 10. فبالتالي اي حدا مش دارس شابتر 9 وشابتر 10 ستاتيك بده يرجع يعيدهم مشان يحل اسئله على هذا الشابتر، لانه التركات بتكونش بالمومنت، بتكون التركات بالسي وبتكون التركات بالاي. فبالتالي انا لازم اتعلم كيف احسب السنترويد، ولازم اتعلم كيف احسب المومنت اوف انرشا. موجودين على اليوتيوب بالتفصيل بقائمه الاستاتيك شابتر 9 اند 10 بارت 1 بارت 2، بتحضرهم انت بتقدر انك تجيب السؤال عليه. بس انا راح اكون متعاون شوي بالفيديو هذا، احاول اني اراجع شوي بالسنتر والمومنت اوف انرشا ولكن خلال حل الامثله. فانا بالتالي المومنت ممكن اجيبه من المومنت ديجرام او من القطع، بس المومنت هاف او جيفن. انا المومنت هاف قانون الامسي على اي، المومنت ديجرام بجيبه من المومنت ديجرام بصمم على قيمه مثلا، او بعمل كت مكان ما بده مومنت، او بتكون معطاه بالسؤال. السي هي مسافه، distance من وين لوين؟ from neutral axis اللي هو السنترويد للشكل. والاي هي المومنت اوف انرشيا فور كروس سكشن. انا هذا الشابتر بس بحكي لي زي هيك انه طلع مومنت اوف انرشيا واحد. طب انا ساخذ اي اكس ولا اي واي حسب وين حكى لي المومنت. كيف يعني؟ فرضا عندي مستطيل سنتر هون،
سنتره هون، حكى لي المومنت بلف معك هيك، هذا المومنت بلف حول محور X يعني باخذ I X. أما لو حكى لي مثلا المومنت بلف حول ال Y فباخذ I Y، فإذا باخذ حول ال X النيوترال أكسس يعني السنترويد للشكل. السنترويد يعني لما بدي أرجع على شابتر 9 ستاتيك وأحسب السنترويد هو معناها للنيوترال أكسس. فإذا أنا المومنت بلف حول ال X فأنا باخذ I X اللي باللون الأسود، وإذا المومنت بلف حول ال Y فباخذ I Y. تمام. هسا كل التركات بالأسئلة أنه كيف أخذ الـ IX و IY أو أنه كيف أحسبهم أو السنترويد، فإحنا خلينا نحل أمثل لأنه بدون مثال ما بزبط. مثلا حكى لي هون Knowing the couple shown X in the vertical plane determine the stress at point A or the stress at point B. أول إشي لاحظ أنه المومنت بلف حول الـ X، يعني لو المحور X هيك فالمومنت بلف حول الـ X، فبالتالي بدي احسب الـ I X. طبعا انا بحسب الـ I X وين؟ حول السنترويدال اكسس، حول سنتره، يعني مش بحسبه عن محور X الاصلي او محور فرض بمكان، لا انا لو بدي احسب المومنت اوف انيرشيا بحسبها عن السنتر، فبالتالي لازم دائما اول خطوه اني اوجد سنتر الشكل. ثاني شيء المومنت، هسه المومنت احنا تعلمنا بالترس بالزمانات، خلينا نرجع للورقه هاي، كنا نتعلم بالترس بالزمانات في عندي قوة اسمها تنشن وقوة اسمها كومبريشن. التنشن كانت شد والكومبريشن ضغط. هسا المومنت بحد ذاته بعمل لي تنشن وكومبريشن سوا. كيف؟ أنا عندي رسمة المومنت هيك، في عندي أنا سهم، رأس سهم، وعندي ذيل السهم. بحكي لك ذيل السهم بعمل لي تنشن ورأس السهم بعمل لي كومبريشن. طب شو تفسيرها؟ تفسيرها كالتالي، إنه أنا عندي هذا السكشن، هذا السكشن عليه لود هيك وعليه لود هيك، هذول لودين متساويات بالمقدار ومتعاكسات في الاتجاه، متعاكسات في الاتجاه، فبالتالي بيعملوا لي مومنت مقداره اف في دي اللي هو ام فعليا، فام فالجهه هاي تنشن فبالتالي تمثل لي ذيل السهم، وهاي بتعمل لي كومبريشن فبتعمل لي راس السهم. فبالتالي انا لما اطبق بالقانون ام سي على اي، لما اطبق السي ممكن يحكي لي ماكسيمم تنشن، فلما احكي ماكسيمم تنشن بمسك للنيوترال اكسس، للنيوترال اكسس، وبروح وين؟ على ابعد مسافه لجهه التنشن. ايش ابعد مسافه لجهه التنشن؟ هي هاي، فسي للتنشن هون. طيب لو طلب لي الكومبريشن باخذ السي اللي هون، يعني حسب شو انا عندي سي كومبريشن. فليش طيب يعني هسه بحاله المستطيل دائما ماكسيمم تنشن بيساوي ماكسيمم كومبريشن لانه السنتر بالنص، بس في سكاشن زي حرف التي ما بيكون السنتر بالنص. يعني لو هاي كانت المسافه 10 ممكن يكون السنتر على مسافه 6، فاهمين كيف؟ فانه بالتالي الماكسيمم تنشن لو كان المومنت بلف هيك فالماكسيمم تنشن بيكون السي 6، اما ماكسيمم كومبريشن بتكون السي 4، مش زي المستطيل لو كانت ارتفاعه 10 رح يكون 5 ب 5، لا. فبالتالي هسه ضل علي كيف احسب السنتر مشان اعرف اوجد السي، وضل علي احسب الانيرشيا. تمام. هسه انا بشكل عام لما بدي اوجد السنترويد بدي اطبق قانون. لو فرضت اول شيء عندي تي سكشن، طبعا التي سكشن والدبليو سكشن انا راح اكون مجهز لكم لهم شيت اكسل مشان امتحان الفاينل، مشان امتحان الفاينل. يعني لو كان عندي تي سكشن زي هيك انا بدخل بس الابعاد وهو بيعطيني السنترويد وهو راح يعطيني الاي اكس، الباقي هذول الشغلات انا بغيرهم هاي لانه هذا لماده الستيل مش لماده السترينج. اما لو كان عندي اي سكشن بحط الابعاد، الابعاد عندي مثلا هاي 20 ملم، هاي 10 ملم، وهيك بيعطيني الاي اكس وراح يعطيني الاي واي. بنحل على اكسل بحيث اني اقدر اوجد الاي اكس وبحيث اني اوجد السنترويد، غير هيك لا. فعشان هيك هذا ممكن هذا الشيء يفيدكم. كيف ممكن يفيدكم؟ يعني نيجي لهذا السؤال، هذا سؤال بدي انا اطلب منك اوجد السنترويد ووجد لي اي اكس. تمام. هيو هذا تي سكشن، ابعاده فرضا هاي وهاي، هاي المعطيات اللي بالامتحان بتكون، وهاي. تمام. هسه
فرضنا هاي 20، فرضنا هاي 10، فرضنا هاي 15، فرضنا هاي 3. هاي الأبعاد للشكل هذا. وجيت أنا أحكي لك بدي أحسب السنترويد. السنترويد شو بعمل لما بدي أحسب السنترويد؟ بفرض خط من عندي زي هيك مثلا، وبحكي هاي المسافة، هاي هي المسافة y، هاي هي المسافة y. فأنا لما بدي أوجد y شو بعمل؟ بحكي y تساوي القانون بدي أطبقه في بسطة مقام. المقام شو بيكون؟ المقام هو مساحة الأشكال. فكم عندي شكل هون؟ عندي شكل مستطيل وشكل مستطيل. فبالتالي قديش مساحة الأول؟ مساحة الأول 3 ضرب 15. شو مساحة الثاني؟ 10 ب 20. تمام، ظل البسط، ظل البسط. شو بدي أحط فيه؟ بتحط المساحة لكل شكل، يعني بتحط 3 ضرب 15، بس بدي أضربها بعدد. هسه بقول لكم شو العدد، وبتزيد عليها 10 ضرب 20. شو العدد اللي بدي أضربه؟ هم ثلاث أعداد، البسط فيه ثلاث أعداد. بتضربه بسنتر الشكل الواحد، يعني هذا مستطيل، المستطيل ارتفاعه 15. لو أنا قلت لك عندك مستطيل، شو نص ارتفاعه؟ راح تقول لي نص ارتفاع المستطيل هو نص الارتفاع. فال15 شو نصها؟ 7.5. السنتر اللي هي السنتر دي بنضربها، مش عارف شو قصدك بالدي، بس انه هذا الارتفاع، ارتفاع هذا المستطيل، هذا المستطيل ارتفاعه 15، فشو نصه؟ 7.5. فاضرب ب7.5. تمام، المستطيل الثاني ارتفاعه 10، شو نصه؟ نصه 5. نصه 5، بس بعوض 5. بقول لك لا، ما بتعوض 5، انتبه، هو نصه 5 من هون. بس انا لما بدي اجي احسب بحسب من الارض، فانا راح اخذ الارتفاع كامل اللي هو 25 ناقص 5، وبالتالي بضربها ب 20. في مجال كيف اعيد 7.5؟ هسه في عندي قاعده بتحكي لي لو عندي مستطيل، هذا مستطيل زي هيك، هذا ارتفاعه، هذا ارتفاعه h، فبالتالي سنتره لو فرضنا هذا السنتر، راح يكون سنتره اللي هي المسافه هاي هي h على 2. تمام، h على 2 يعني نصها. فبالتالي اذا هاي 15 شو نصها؟ نصها 7.5، يعني 5 على 2، 15 على 2، فبالتالي هي 7.5. هسه ظل العدد الثاني، العدد الثاني قديش ارتفاع المستطيل هذا؟ هذا المستطيل قديش ارتفاعه؟ ارتفاعه 10، فشو نص العشرة؟ 5. بس أنا لما أخذ الخمسة أنا لازم أخذها من الأرض، أنا لما بدي أحسب لازم أحسب من هون المسافة من سنتر الشكل عن مستوى سطح الأرض. فبالتالي قديش المسافة هاي؟ هاي المسافة هي عبارة عن الارتفاع كامل 15 و10 25، وشلت منها 5 فصفت 20. فبالتالي السنترويد يساوي قديش؟ السنترويد هون بيساوي 3 ضرب 15 ضرب 7.5 زائد 10 ضرب 20 ضرب 20 على 3 ضرب 15 زائد 10 في 20، وبتطلع 17.7. يعني هاي المسافة هي 17.7. لو تروح على الإكسل أتأكد إذا حلي صح ولا لا، ممكن عاد الإكسل غلط. أنا قديش حطيت الأبعاد؟ البي ويب اللي هي هاي حطيتها 3، والأتش ويب حطيتها 15، والتي فلانج اللي فوق حطيتها 10، والبي فلانج حطيتها 20. قديش طلع لي السنترويد؟ طبعا كثير الشاشه مخربطه، طلع لي السنترويد 17.7. يعني انا بالامتحان ممكن احل يدوي زي هيك، وممكن احل على هذا الشيت. انا بفضل على الشيت اذا كان الشكل نفسه زي هيك. تمام، ظل علي بدي احسب المومنت اوف انرشيا، بدي احسب المومنت اوف انرشيا. السبعة ونص انفهمت اكيد. المومنت اوف انرشيا، خليني امسح الخطوط هاي. تمام، لما بدي احسب المومنت اوف انرشيا، طبعا المومنت لو فرض قلت لك المومنت يساوي 10، طبعا الوحدات بتنتبهوا عليها، انا بحط لكم هسه انا طلعت السنتر 17.7. هسه السي، لسه السي انا مش محدد لك وين بدي الستريس. طلبت منك ستريس هون، ممكن تحكي السي هي المسافه كامله، بتحكي 25 ناقص 17. يعني فعشان هيك لا، انا ما بدي اشتغل على الاكسل بحيث يحسب لي السؤال كامل، انا بدي اشتغل على الاكسل يحسب لي جزء من السؤال، مشان ما نكون احنا طماعين شوي، مشان نكون انه السؤال يكون شامل كل شيء.
تمام، فرضت المومنت 10، هسه ظل علي درجه الانيرشيا. الانيرشيا شو بتساوي؟ المومنت هذا بلف حول المحور اكس، فبالتالي بدي اوجد اي اكس. هاي اي اكس، اي اكس شو بتساوي؟ دائما دائما هي عباره عن العرض في الارتفاع تكعيب على 12. دائما قاعده العرض بي في اتش تكعيب على 12، هذا اذا بلف حول اكس. بس اذا بلف حول واي تكون العكس، اتش في بي تكعيب على 12، يعني حسب وين بلف. انا بشتغل على اكس بدي احكي بي في اتش تكعيب على 12. شو البي هون؟ 3. شو الاتش هون؟ 15 على 12. بس تزيد عليها مسافه، تزيد عليها شغله، بزيد عليها مساحته ضرب المسافه بين العدد هذا. خلينا نحط عليه دائره، هاي قاعده اللي بده يفهمها فهم يرجع للاستاتيك. وها فقديش المسافه بينهم؟ هي حاصل طرحهم 17.5 ناقص 17.7 ناقص 7.5 الكل تربيع. فبالتالي لما بدي احسب الانيرشيا للشكل الواحد راح احكي بي اتش تكعيب 12 زائد الاريا في الدي تربيع. الدي هي حاصل المسافه بين السنتر اللي طلعته وسنتر الشكل الواحد. لما خلصت ضل الاي اكس الثاني، هذا اي اكس 1 لو فرضنا هذا الشكل واحد، هذا الشكل اثنين. تمام، اي اكس 2 شو بدها تساوي؟ بدها تساوي نفس الشيء بي اتش تكعيب 12، هذا البي له 20 ضرب 10 تكعيب على 12، بدي ازيد له الاريا، الاريا له 10 ب 20 وبدي اضربها بالمسافه بين ال 20 وال 17.7. 20 ناقص 17.7 الكل تربيع. فهيك انا بطلع الاي، لو بدي احسبها يدوي بدي اقعد ساعه احسبها. فبالتالي بس الاي اكس راح تطلع لي 8250، راح تطلع لي الناتج النهائي 8250. فبالتالي انا طلعت كل هذول، بنمسح الرسمه وبنحكي الستريس بيساوي ام في سي على اي. الام حكيت لكم 10، السي لسه السي ما بدي اقول شو هي، والاي بدي اعوض 8250. ظل السي. بس انا الشكل كان عندي زي هيك نرسمه سريعا، وكانت المسافه هاي 17.7 والمومنت بلف عندي زي هيك. هسه فرضت منك بدي اطلب ماكسيمم تنشن، الذيل السهم وين عندي؟ هون. فبالتالي ماكسيمم تنشن ابعد مسافه عن السنتر هي كم؟ هي السنتر نفسه. فهاي تنشن. طيب فاي كومبريشن بدها تساوي الام نفسه بالاي نفسها بظل السي. قديش السي؟ ماكسيمم كومبريشن يعني هاي المسافه، هاي المسافه كم؟ الارتفاع كامل 25، شيل منه السنتر 17.7. فهيك انا اوجدت الستريس. فهذا التشابتر احكي لي بس زي هيك. بس هسه يا اسراء على 45 راح افصل وراح ارجع على 6:30، يعني بدنا ناخذ بريك بحدود 40 دقيقة. تمام، يعني ما راح نرجع نفتح زوم بعد هذا، راح نرجع نفتح زوم على 6:30. يعني هاي عشان اللي ما حضر، اللي الكل هون عشان ما يستغرب وين رحت. على 6:30 راح ارجع افتح اكمل اللي ظل. ترى التشابتر يعني فعليا اذا انك فهمت الفكرة هاي ترى انتهى، بقول لكم بصراحة يعني. بس ظل في موضوعين يعني، بس انه كفكرة الاشكال هذول اللي بالبروبلم، راس السهم دائما كومبريشن وذيرو تنشن. يعني انا هون الاسئله هاي خلص، هاي خلينا نمسحها. يعني هاي الاسئله كامله، انت خلص انا علمتك شو السي وعلمتك شو الام وعلمتك شو الاي، فانت بتقدر تحل كل هذا، تقدر تحل كل هذا. بس الدوائر بالعاده مش مطلوبه ممكن او ما راح يجي عليها. يعني مثلا زي هذا السؤال، بس نرجع لموضوعنا الاصلي، بدي احسب الستريس عند النقطة A واحسب الستريس عند النقطة B. فانا لما اعوض السي بعوض المسافة بين السنتر، بين السنتر والمسافة A. فبالتالي مش دائما بحسب المسافة البعيدة والصغيرة، حسب وين طالب الستريس. بامتحان فاينل الفصل الماضي كان جايب لي زي هيك، معطيني ابعاد معينة وطالب مني احسب الستريس هون والسنتر هو هون، تاخذ المسافة هاي. يعني بدك تعرف شو تاخذ، بدك تعرف شو تاخذ. طبعا انا معطيك المسافه هو، بس تعرف انه انت شو تعوض بالسؤال. فبالتالي هذا السؤال، بس هذا شكل مستطيل،
وجواته برضه شكل مستطيل. بدي تعرف شغله واحده، دائما اذا مستطيلين جوا بعض والاثنين على نفس المكان يعني نفس الشكل زي هيك، سنتره بالنص مباشره، يعني هذا السنتر تبعه عباره عن بتكون المسافه هاي، لانه زي زي السنتر يعني. هاي المسافه كامله 20 80 120، فهي المسافه 60 وهي المسافه 60. تمام، هذا اللي بدي اياك تعرفه، انه احسن يعني لو بدي احسب على القانون اللي حطيت لكم اياه اول شيء بجيب نفس الجواب بيطلع 60. تمام، الاي اكس راح تساوي الاول ارتفاعه 120 وعرضه 80 على 12 طبعا، زائد اي دي تربيع الاريا 120 ضرب 80 ضرب الدي. شو الدي؟ المسافه بين سنتر الشكل وسنتر الشكل كامل. سنتر ال 120 هو على 60، يعني 60 ناقص 60 كل تربيع، فبالتالي هذا الحد كامل بتصفر، عشان هيك هو حط بس هيك. هاي في حاله الشكل المتماثل بتكون الانرجي هي بس بي اتش كيب على 12. انتم هذا بترجعوا له الاستاتيك، ما بدي اتوسع هيك، بس انا اعطيتك هالصيغه عامه. زائد اغلب الاسئله بنسبه 90% وبالامتحان بيجي مستطيلات، بس مش مستطيل زي هيك، زي اللي شرحته اول مثال، زي اللي شرحته اول مثال. زائد هسه الثاني قديش ارتفاعه مستطيل لجوا؟ هيو ارتفاعه 80 تكعيب ضرب 40 على 12. فهاي الانيرشيا طلعت معي لما يكون لهم نفس المركز، لما يكون كل الاشكال لها نفس المركز بيكون الانيرشيا للحد الثاني زيرو. تمام، فجمعت الانرشيهات طلعت معي 9.8. طبعا هاي القوه سالب 6 وهاي وحدات، بدك ترجع للوحدات. تمام، فبالتالي شو الام معطيني اياه؟ معطيني الام 15، فبالتالي لما بدي اعوض الستريس عندي الاي بده يساوي ام في سي على اي. الام 15، السي السنتر على مسافه 60. طيب وهاي المسافة كاملة 60، قديش المسافة هاي؟ 40. طيب وهاي مالها؟ كومبريشن، فبدي احكي سالب 15 في 40 على الانيرشي اللي طلعتها قبل شوي 9.81 كذا. طيب الاستريس عند البي بده يساوي الام نفسه الاي نفسها، وهذا تنشن، فبدي اعوض بي هي المسافة من السنتر لهاي اللي هي 60. بس خلص السؤال. هيو 15 في 40 على 9.8، 15 في 60 على 9.8، وستريس A سالب وستريس B موجب. A يعني compression وB يعني tension. هذا أول جزء من الشابتر. طبعا أنا حاب أشرح أكثر يعني مشان أتوسع عن فيديوهات الفصول الماضية، بس لأنه محكوم بالوقت حاليا فبلخص سريع الأشكال الثانية. يعني مثلا هذا أوجد إذا الاسترس عندي 155، أوجد أعلى مومنت ممكن يأثر على هذا البيم، هذا بيم، فبالتالي أنا معطيني الاسترس 155 بتساوي الأم، بظل السي وبظل الآي. السي والآي بحسبهم للشكل، بحسبهم للشكل. يلا على السريع هون الإكسل، خلينا نمسح الرسمة. طبعا انتم بالامتحان يعني لو ما حدا عرف يستعمل اكسل بس بحل يدوي عادي، يعني مش صعبه، او على بروسيدر اللي ممكن تنزل. طيب هون البي فلانج 1 اللي هي هذا الطول، هذا الطول قديش معطيني اياه؟ معطيني اياه 200. تي فلانج 1 معطيني اياها 12، وتي ويب معطيني اياها 8، واتش ويب معطيني اياها المسافه هاي كم؟ 220، شيل منها 24، 190. تي فلانج 2 اعطيني 12. تمام، السنتر 110. انيرشيا ايش طلع الانيرشيا؟ طلع الانيرشيا 56.4، هي 56.94. هي الفرق فرق وحدات، يعني هاي انا طلعتها ملي متر قوه 4، 4 ب 10 قوه سالب 6 عشان طلع 10 قوه سالب 12 عشان طلع ملي قوه 4. بس انه هذا الرقم هيو شايفين 5 6 9 4 4، 5 6 9 9 4 نفسه. انا طلعت الانيرشيا، طلعت الانيرشيا خلص، كوني طلعت الانيرشيا سنترويد، السنترويد قلت وين انا؟ سنترويد قلت على 110، على 110 يعني نص الشكل، نص الشكل يعني هون، يعني هاي المسافه
هاي المسافة 110. فبالتالي الستريس بتساوي الام اللي بده اياه، وهاي حط مكانها 155. انتبه للوحدات، السي بدي اعوضها 110 والاي 569904. هيا 56.994 ضرب ال 155 قسمها على 110 وطلع معي 80.2. اذا طلب ماكسيمم مومنت باخذ اعلى مومنت سواء على التنشن او على الكومبريشن، يعني باخذ المسافه الاعلى، يعني باخذ السي الاكبر، باخذ السي الاكبر. تمام. فهذا يعني سؤال احدى الافكار، ممكن يجي يعطيني ستريس ويطلب مومنت، او مومنت ويعطيني ستريس. في أسئلة ممكن يجي يحكي لك، ممكن يعني هذا من عندي، فرضوه عندي هاي 10 وهاي بي، ويقول لي إذا الستريس مثلا 55 والأم 10، يقول لك احسب لي بي، احسب لي بي. طب كيف بدي أعمل أنا؟ 55 بتساوي 10 ضرب 5 لأنه السنترويد 5 على آي، الآي إيش بتساوي؟ بي ضرب اتش تقريب 12. هاي طلعت قيمة بي. يعني عادي في كثير أفكار ممكن تجي. عندك ثلاث متغيرات الأم والسي والآي، والآي بينفصل لبي اتش تقريبا 12، وهذا من ضمن هذا، وعندي ستريس، يعني كم مجهول عندي؟ ثلاث. فأنا ممكن يطلب مني هذا، ممكن يطلب مني هذا، ممكن يطلب مني هذا. هسا الأم هذا حكيت لكم أول تشابتر ممكن يجي أطلبه من الاستاتيك أطلعه. كيف يعني من الاستاتيك؟ يعني زي هيك عندي هذا تي سكشن، يقول لي في عندك لود هون ولود هون. طيب انا ايش بدي اخذ مومنت؟ انا هذا لما بدي احله، انا هاي طالب مني اوجد الماكسيمم تنسايل اند كومبرسيف بالجزء بي سي، بالجزء بي سي. وين الجزء بي سي؟ هاي الجزء بي سي. فانا بدي اوجد المومنت هون، اعلى مومنت بالبي سي. فانا بالتالي بضطر ارسم مومنت دايجرام، يعني بدي ارجع للاستاتيك تشابتر 7، او بتفشق عن هذا التشابتر بتدرس تشابتر 5 وبترجع لهذا، لانه تشابتر 5 هو بيعلمك كيف ترسم المومنت والشير دايجرام. فبالتالي انا بدي اوجد الرياكشن هون، توجد الرياكشن هون الشكل متماثل، فبالتالي الرياكشن هون 15 والرياكشن هون 15. فبالتالي لما بدي ارسم مومنت دايجرام، بدي ارسم مومنت دايجرام لهذا الشكل، راح يكون عندي كالتالي. راح يكون هيك شكل المومنت دايجرام. طبعا هاي مع الخبرة بتيجي. فالمومنت اللي هون او هون هو الماكسيمم، عباره عن 15 في 40، 15 ضرب 40 بس. طلعت المومنت السي اوجد السنتر لهذا، والاي اوجد الانيرشيا لهذا. هي اوجد السنتر واوجد الانيرشيا، والمومنت 15 في 40 عباره عن 600. فاعلى ستريس بالتوب هو 5، اخذ السي 5، وبالبوتوم اخذ 3. يعني بالتنشن، يعني هذا المومنت، هذا المومنت، هذا السنتر زي هيك، السنتر هون طلعت معاه هاي 3، طلعت معاه هاي 5. فبالتالي لما اعوض والمومنت ستريس، طبعا المومنت هيك شكله، ستريس تنشن شو بده يساوي؟ المومنت اللي طلعته ضرب الثلاث على الاي، والستريس على الكومبريشن اخذ 600 ضرب 5 على الاي، والجواب بالسالب. كومبريشن على 5 والتنشن 3. تشابتر 5 عباره عن رسم وديزاين. كيف يعني ديزاين؟ يعني بطيء بيقول لك اذا المومنت كذا والستريس كذا، احسب لي احسن سكشن بتحمل هذا المومنت. ترى هو هذا اللي راح ياخذ ستيل قدام تقريبا نفس المبدا، لانه ستيل عباره عن ديزاين لاليمنت نفس هيك. تمام. فهيك احنا هسه شرحنا بالتشابتر. نرجع للكتاب، نرجع للكتاب، شرحنا المبدا الاساسي. طبعا في قانون انا لسه ما حكيته، مش مشكله. هسه لما يصير عندي تنشن وكومبريشن راح يصير عندي تقعر. اصعب تشابتر فيهم هو تشابتر 4، بس بحب احكي لك 6 و7 و5 سهلين جدا. خلينا هسه ما ضل شوي وقت للاسئله، ضل 6 دقائق بس، خليني اشرح شيء بسيط. هسا البيم، البيم، البيم عندي شكله زي هيك. تمام. حدث له بوزيتيف مومنت، يعني زي هيك، هيك مومنت.
هذا المومنت قلنا الذيل تنشن والراس كومبريشن، فبالتالي هذا بصير عنده تغير بشكله، بصير زي هيك. هذا البيم بتقوس معي زي هيك نتيجة لللود. فهذا الطول، هذا الطول هذا صار أطول من طوله الأصلي، فعشان هيك هاي تنشن هي هذا الذيل، وهذا الإشي الطول هذا صغير اللي بالأسود، اللي بالأسود اللي فوق صار أقل من الطول هذا، فعشان هيك كومبريشن. فبالتالي الكومبريشن بقلل للطول والتنشن بزيد للطول، وهذا تعلمناه من البوزون ريشيو أصلا. فأنا السلبيم كان هيك بعدين صار مقوس، فبعطيني نصف قطر، هذا رو رو. فمرات بطلب مني إشي اسمه radius of curvature، يعني أوجد لي قديش نصف قطر الانحناء هذا اللي نتج من اللود. فهون في عندي قانون، عندي قانون نصف قطر الانحناء هو أم على إي آي، كأنه خلينا نتأكد منه. هيا الرو بتساوي اي اي على ام، الاي اللي هي المودلس اوف الاستيسيتي، والاي اللي هي المومنت اوف انرشيا للشكل، والمومنت هو المومنت المعرض على اللود، او الكيرفيتشر لحالها بدون الراديوس بتكون عباره عن 1 ارو تساوي ام على اي اي. فبالتالي احنا بهذا الشابتر شرحنا المبدا الاساسي تبع الامسي على اي، هاي للدوائر، في دوائر مش مهم جدا يعني. بعدين هاي الحكي كله حكي، فهذا الاشي شرحته قبل شوي، وهذا الاشي نفس الاشي، هاي المومنت ثلاث فحليت سنتر وكذا، حلينا بروبلم عليها، بعدين طلعنا الراديوس اوف كيرفيتشر، وهاي بروبلم. بعدين بس تخلص بضل عندي لو السكشن مصنوع من مادتين مختلفات راح نحل عليها على الستة ونص ان شاء الله، على الستة ونص راح نشرح هذا الاشي. وبعدين بضل موضوع اخير ما بعرف اذا شرحه، راح اسال الدارسين، ما بعرف اذا راح نلحقه اليوم بس ممكن نلحقه اليوم. بس انه فعليا يعني التشابتر المبدا الاساسي تعرف تطلع سنترويد، تعرف تطلع المومنت اوف انرشيا، المومنت من الاستاتيك، او بس تخلص تشابتر 5 راح تتعلمه. هيك تقريبا انت خلصت تشابتر 4، بس بدك تتعلم كيف تحسب السي والاي. واذا كان عندي مادتين مختلفات ان شاء الله على 6 ونص، العدد كويس يعني 8 9 10 كويس، على 6 ونص حابين تاخذه ولا خلص؟ بس بصراحه انا ما معي وقت، ما معي وقت اني اخذ مراجعه بكره او بعده، في امتحانات عندي فاينل لا بعد. فبتحبوا على 6 ونص نكمل التشابتر على اقل ما فيها، تشابتر 5 و6 و7 مندبرهم ان شاء الله فتره الامتحانات. على 6 ونص حابين ولا لا؟ خلص ان شاء الله بناخذ على 6 ونص، كم واحد حاب ان شاء الله يكون الكل حاب والعدد يكون اكثر. وانا حاليا لازم اروح، ف حتى عنده سؤال خلينا نتفرج ريكورد.